لو أردنا أن ندرس عليا عليه السلام لرأينا أنه عاش سر العظمة من خلال أنه عاش سر الإخلاص لله، وأنه كان في حياته كلها منذ بدأ مع رسول الله وهو طفل إلى أن استشهد في مسجد الكوفة، كانت حياته كلها حركة في خدمة الله وفي سبيله، حتى أنه عندما صرع في محرابه في مسجد الكوفة كانت كلمته بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة.